السادس من يناير من عام 1942 افتتح العمانيون مدرسة عربية في الجزيرة الخضراء بيمبا بشرق إفريقيا إبان حكم العمانيين، وقد عدت هذه المدرسة وقتها الوحيدة من نوعها هناك. وفي حفل الافتتاح ألقى الشيخ سعيد بن علي بن جمعة المغيري كلمة جاء فيها: باسم الحكومة وباسم مدير المعارف وباسم التلاميذ أفتتح هذه المدرسة في هذا اليوم، وهي وحيدة من نوعها في الجزيرة، والله سبحانه ندعو أن يبارك فيها للوطن وأبنائه، فيخرج من طلابها لنا أمم راقية ترفع هذا الوطن وأبناءه وترشدهم بنور العلم إلى ما هو خير الدارين. السادس من يناير من عام 1995 وضع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة حجر الأساس لمسجد الإباضية بمحافظة موانزا بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وهو واحد من المساجد الكثيرة التي ما زال العمانيون في شرق إفريقيا يشيدونها مواصلين نهج أجدادهم في عمارة بيوت الله هناك، حيث لا تكاد تخلو ولاية من ولايات تنزانيا من مسجد أقامه العمانيون. السادس من يناير من عام 2001 استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببيت البركة، حيث أطلع عرفات جلالته على الوضع في الأراضي المحتلة والمساعي المبذولة آنذاك لإنقاذ عملية السلام في ضوء المفاوضات التي كان قد أجراها بالولايات المتحدة والقاهرة، واستمع عرفات إلى آراء جلالته حول السبل التي يمكن من خلالها دفع المسيرة السلمية وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.